هلا اول اشي بدنا نحط علبه حليب مكثف. انت على اي صف رايحه يا عمو هسه؟ انا هلا صف سابع. صف سابع رح تروح على صف السابع يعني انت هسه بصف السابع. اوكي انا نسيت انه هذا نهايه فصل يعني. تمام. وبعدها رح نحط علبتين قشطه. اوكي والله هلا هالوصفه كلها قطايب والله. طبعا هي سهله كثير يعني، يعني كل ام هيك جعبالها تخلي ابنها يجرب وصفه يعني هيك كثير سهله. حلو. والله ومش ما بدها غاز، ما بدها سكاكين، ما بتخوف يعني. اوكي هلا حطينا الكاكاو. يا عيني خلص هيك تمام امورك 100% صار هيك. ان شاء الله. ممتاز. بس هاي الحبه بس. ايوه يا عيني. يلا بسم الله. خذي يا عمي هاي. تعالوا حبايبنا خلونا الان ننزلكم. ايوه يا سلام. يلا هلا هسه بدك تخلطيها كيف؟ بيدي والله. اجراءات. يلا توكلي على الله. وهي الومنيوم فويل عندك صار يا رنيم عشان تشتغلي. حطي 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 هون. يلا يلا هات. الله. ايوه طيب بصير اقطع كمان كمان شوي كمان شوي. ايوه والله يعطيك العافيه. خليني اعمل لك رول انا. تمام. ايوه يا سلام عليك يا رنيم. يا سلام عليك يا سلام. شايفين؟ ها خلينا نلفها هيك. ايوه بس خلينا شوي. هاي تعال شوف كيف يا عبد الله كيف. بعديها الله عليك. هاي صار رول جاهز امورنا تمام. ابو عون سلم. هاي بعد بدي كم ساعه بدها؟ هي بتنحط بالفريزر ولا بالثلاجه؟ فريزر. فريزر. لاني بدي ذيبك. يلا ساعه بدها. يلا ساعه بالفريزر. يلا